الفلفل الاسود. هنايا عندي نص كاس ديال الزيت الزيتون البلديه، ونص كاس ديال المهم نص نص، وانا عندي هنا كاس ما عامرش، نص نص، ونص ديال الزيت العاديه ديال لوسيور. اي زيت كتستعمل المهم تكون عاديه، كتميلونجيوها مع زيت ديال الزيتون البلديه. عندي هنايا الزيتون مقطع مشرمل مع كرنيشو مع داك اللقامه المخلطه اللي كتكون عند مول الزيتون. ممكن اللي عنده الوليدات الصغار ما كيبغيوش الحار يدير الزيتون عادي، ممكن تستعملوا حتى الزيتون الكبير. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نجربوا الزيتون الكبير مع البيستاج في لانشونيس، واحد التعميره حتى هي كتجي غزاله ان شاء الله، ضروري غادي نجربها معكم. وغادي نستعمل هنا رز مسلوق طباسيل صغير، كنسلقو في الماء عادي، كنصفي الماء وكنحطو هنايا. غادي نستعمل 100 غرام ديال الكفته. هنايا عندي كيف ما كتشوفوا راه مليانه، حيت عاودتها في الطحانه هذه مع شويه ديال القزبر، حتى نوريكم المقدار ديال القزبر اللي استعملت مع الكفته قد هاد العريشات. قديت هكا هي شويه، حيت 100 غرام ماشي بزاف، من هانيت كتلف لينا داك الزفوره ديال البيض وكيعطي واحد الذله للانشوفه الطحانه هذه. لا فيديو تقطع عليا حتى المره الماجيه، ونوريكم كيفاش الطريقه ملي كنلين القزبر مع الكفته الكاشير باش كيجي هائل بزاف. وغادي نستعمل 3 ديال الفرماجات، انا كنستعمل هاد الماركه هذه ديال الخيرات كتعجبني بزاف. ممكن تستعملوا حتى الفرماج الاحمر، هو كيجي لذيذ هائل، ولا لا فاش كيري او لا كيري الماركات الاخرين ما تيجوني شويه هذا. المهم انا هادو هما الماركات اللي كيعجبوني. وغادي نستعمل 4 البيضات مقدودين يعني كبار، الا كانوا الا لا عفوا مقدودين يعني هادو راه شي شويه صغار، الا كانوا كبار اللي غادي نديرو غير 3. وهنا غادي نستعمل عاوتاني الباربه صغيره سلقتها وقرتها بهذا الشكل هذا. مهم نمشيو نخلطوا، نخليكم معايا حتى نخلطوا الخليط ديالنا، ونخلي واحد شويه باش غادي ندهنوا القالب ديالنا. غنديروا ثاني حاجه البيض، ابي هادي عاوتاني برصدني. غادي نديرو تالت حاجه هو الفرماج. رابع حاجه البنات هو الروز. الفينو غادي نحتاجو غير 4 المعالق، هنا عندي كثر ولكن غندير القياس 4 المعالق يكونوا عامرين بزاف. 1 2 3 4 العطريه عندي هنايا القياس ديال 2 معالق، ما توش ذكرت المقدار في الاول ولا لا، 2 معالق ديال الفلفل الاحمر، 2 الكمون اللي بزاف مع قرش لانشون الحار والملح. هنا غادي نكبهم في خطره هنايا، انا كانوا عندي معبورين هنا حطيت على القياس، وجوج معالق كذلك د القزبر، لان القزبر كيحيد داك، نحيد هاد الثومه ديال الحيده بوحديتها، كيحيد هذاك الزفوره ديال البيض. نحاول نصبق الزعتر باش ما يتكبش ليا كلشي. الزعتر غادي ندير شويه ونحكوها كما الطريقه هذه بيدينا، ومن بعد نكب هاد القزبر هكا من مورا القزبر بحال هكا. المهم غادي نخلط هذا الخليط ونرجع معكم البنات. صوفيا البريز مركبه في لافرانش، مركب البريز في لافرانش، نسيت نحبوش دابا البنات غادي نزيدو الثومه، نزيدو الكفته.
هانتوما البنات قبيله مني قلت لكم راني طحنتها مع داك الديال اللي كيتطحن. الخليط ديالنا عباره على هذا الشكل هذا، ولكن انا راه نسيت الضامط ديال الكنوره ما درتهاش، ممكن نضيفها دابا ماشي مشكل. وكيف ما قلت لكم راه ممكن هاد الوصفه ديال كاشير يستعملوها حتى صحاب الريجيم اللي ممنوع ليهم ياكلوا اللحم، ممكن يستعملوها بلا كفته كيطلع هايل وزوين بزاف. وصافي اخر لمسه عندنا هي غادي نضيف هاد سميتو هاد الكرنيشو والزيتون المشرمل بهاد الطريقه هادي. صافي وغادي نميلونجي هكا الشكل هذا، ملي كنميلونجيو الزيتون كيجي بحال هاد الطريقه هادي. المهم خليكم معايا نوريكم الطريقه كيفاش كيتكب في القالب، ولكن انا راه ما عنديش قالب عادي لان كيعذبني في داك التخرج ديالو، وكان بالخصوص اول مره، مازال دابا في هاد الاواخر هادي كيجي شي شويه مزيان، ولكن بغيت نشارك معكم واحد الطريقه الا كنتو اول مره كتستعملوا لانشو المنزلي ما تبقاوش مثلا استعملتو في الدار الحليب ديال الجوده اولا سنترال اولا هذا، وشريتو هذا سميتو هذا كيصلحو الكاشير هائلين وكيطبخوه بطريقه زوينه، كيطبخ كاشير احسن من القالب وحسن من القرعه وحسن من السلوفان، حيت السلوفان كيقدر يتفرتت بالخصوص الا كنا مبتدئين، والقرعه ما كيدخلش فيها الطياب مزيان حيت انا جربتها ما عجبنيش الطريقه ديال التحضير ديالها. اللي عجبني في التجارب ديالي كامله هو هاد الطريقه هادي. المهم انا نخليكم تعرفوا كيفاش، ما تمشيو فين خليكم معايا. المهم انا غادي نوريكم كيفاش كندير له حتى تيطيب. هانتوما البنات بهاد الطريقه هادي كنحلوها من الجنب، كنشدو مقص ونضربو الفم ديالها. برزتيني اليوم طفيتي الضوء، ونتاكدوا ان منين غسلنا سميتو انها ما بقاش فيها الماء، باش ندهنوها بالزيت ما يلصقش لينا الكاشير في الوسط. المهم ناخذ الزيت ندهنها مزيان، نحاول ندهنوها كامله باش ملي غادي يهبط الكاشير ما يلصقش. علاش انا البنات قلت لكم هاد سميتو زوينه في الطبخ، كتحتوي على كغيط الالومنيوم من الداخل كيخلي الكاشير يطيب مزيان. نحيدو هذا هنايا ونكبو كاشير عادي. حاولوا نديروا حتى الاربعه ديال الطبقات ديال السلوفان حيت كل ما سدينا مزيان عليه هو ما نزيروش، ما قاسهاش الماء راه كيطيب، ما وصلش ليها الماء في الطنجره ما كطيبش. نحاول ان نتصالح منين نساليو نخبطوا الاناء ديالنا بحال هكا، منين نديروا السلوفان نساليو نخبطوه بطريقه مزيانه هكا باش كيزيد يهبط وكيتقال تحت. البنات كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الطنجره الكبيره فين عندي لانشون فين كاين الماء ما كطيبش، كنخليه بهذه الطريقه هذه مده ديال 45 دقيقه كملات. غادي نحيدو من فوق البوطه، اما كما كتشوفوا معايا راه غلى الماء مده ديال 45 دقيقه، والحجم ديالو غادي نخليه يبرد في درجه ديال المطبخ حتى يبرد عاد نحطو في الثلاجه بشكل ديال الضعف
ايوا هاد القالب هذا كيتستعمل مره اولا جوج كيتلاح، واخا كيتحل من هنا غير مره، يعني من الاحسن نستعملو غير مره، واخا تحل من هنا ها انت راه بقى ناشف من الداخل، ما كيدخل لا ما لا حتى شي حاجه. باش غادي تزيدو تاكدو ملي غادي نحلو الفاشير ديالنا، هانتوما حتى من هنا واخا السلوفان دار به الماء والطياب ديالو دخلو مزيان، ما كيدخلش له نهائيا، ما كيدخلو غير الطياب. المهم راه دابا عندي هنا باقي طايب، هانتوما يدي حمراء باش وريتها لكم، حمار بكثرة سخونية حتى يبرد في خطرة في درجة ديال المطبخ، عاد غنحطو في الثلاجة مدة ديال 3 سوايع، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. نحطو في الفريكو هكايا واقف باش كيحافظ على التوازن ديالو وما كيهبطش كامل، حيت كيكون باقي شي شوية سخون. أنا خرجتو من الثلاجة، بسم الله كينزل بسهولة كيف ما قلت لكم. صافي هذه اخر استعمال ديالها، غنلوحوها. شتي البنات بسم الله، شفتو البنات ما كيتلوم حتى شي حاجه، كيجي زوين. نتوما البنات شفتو داك كرنيشو وداك الزيتون كيجي بالديكور ديالو هائل، واخا هاد الاخريه هادي تفرتت لي شويه ولكن ماشي مشكل، كنحتفظو بيه في الثلاجه لمده اسبوع، يعني ماشي كتر. يلا حبوباتي لا فيديو ديال اليوم نتمنى من الله يكون يعجبكم، الا عجبكم بارطاجيوه مع الاحباب ديالكم الناس اللي كتعرفوا. لانشون ديال اليوم هو هذا، راه ما كيتلوام حتى شي حاجه، ممكن تقطعوا حتى رقائق وكيجي بالشكل ديال الزيتون هانتوما كيف ما كتشوفوا، وداك كرنيشو وداك لقامه ديال الزيتون مشرمل. وهذا اللي بقى ان شاء الله انا غنضيفه في الثلاجه كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، غادي نضيفو مدة اسبوع، ما يفوتش اسبوع، من الاحسن يتسهلك مدة ديال اسبوع. بالصحة والراحة ومع السلامة، الى موعدنا الى فيديو قادم ان شاء الله.